السلام عليكم الاخوان. اليوم جينا نديروا واحد زياره تفقديه، واذا بنا الحمد لله كنتصادفوا مع واحد طرد كيف ما كتشوفوا، راه هو معلق على شجره الليمون، وان شاء الله غادي نوريكم العمليه باش كنحطوه في الصندوق. خليكم معنا. وكيف ما كتشوفوا الاخوان، هنا كنقوم بتصغير باب الخليه وكنحط فيها بعض الاطارات من الشمع والشمع الاساس، وهنا كنقوم باسقاط الطرد في بيته الجديد. والمهم عندنا الملكة تطيح في داخل الصندوق، حيث من بعد النحل كامل غادي يتبعها، لان الملكة كتفرز رائحة اللي كتميز بها واللي كتخلي النحل يعرف بلاصتها. ومن بعد قربنا البلاصة اللي كان فيها الطرد باش النحل اللي باقي على برا يدخل، وتسنيناه واحد 5 دقائق تقريبا. ومن بعد مما كيدخل النحل كامل للصندوق كناخذوا البلاصة اللي غيتحط فيها. وهاد الظاهرة ديال التطريد هي ظاهرة غريزية عند النحل، الهدف منها التكاثر وتقليل الازدحام داخل الخلية. وهنا درنا ليه واحد الإطار فيه شوية العسل باش نشجعوه أنه يستقر، وهنا كنكونوا سالين المهمة ديالنا. وتبارك الله عليكم.